أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنصة. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سنناقش فيها ما يجب فعله رسميا وشعبيا لمواجهة كورونا في حال لا قدر الله وصل اليمن. يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في دول العالم، إذ وصل إلى أكثر من 95 دولة تقريبا، ومعه يزداد عدد الضحايا. وفقا لآخر الإحصاءات، فقد بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الوباء حاجز 4000 شخص. منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الأربعاء أن فيروس كورونا أصبح وباء عالميا، لكنها أيضا أكدت أنه لا يزال من الممكن السيطرة عليه. وبحسب المنظمة أيضا، فقد تضاعف في الأسبوعين الأخيرين الإصابات بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء 3 مرات. تقريبا غزا هذا الفيروس كل دول شبه الجزيرة العربية عدا اليمن، وذلك بحد ذاته أثار استغراب المواطنين، استغراب طبيعي يرتبط بسؤال القدرة فعلا على منع دخوله، أم أنه قد دخل اليمن لكن الإمكانات لم تساعد على اكتشافه والتحقق من وجود إصابات به داخل اليمن. ثمة قلق يسري مع كثافة التناول الإعلامي ومظاهر القلق العالمي من انتشار الوباء ومخاطره المفترضة. قلق اختلط بالطرافة في مسألة التعاطي الشعبي من قبل اليمنيين مع الوافد الخطير، لكن السائد كما يبدو أن حال اليمنيين يقول: ما الذي يمكن أن يصيبنا أكثر مما نحن فيه وما نعيشه من المعاناة مع الجوائح الصحية المتكررة التي تحصد مئات الأرواح وتحضر معها ألطاف الله، وما توفر من إمكانات ووسائل علاج شعبي في ظل العجز الواضح للجهات المعنية والرسمية. في حلقة اليوم نتساءل: هل لدى السلطات الصحية عموما القدرة الحقيقية على مواجهة هذا الوباء؟ وما خيارات الناس الممكنة لمواجهته في حال انتشر أو وصل إلى اليمن لا سمح الله؟ هذه التساؤلات وغيرها سنناقشها باستفاضة مع ضيوف حلقة اليوم. ولكن قبل أن نبدأ باستقبال أول ضيوف هذه الحلقة، وقبل استقبال اتصالاتكم، نذهب لمتابعة المادة التالية التي وردتنا من مراسلنا في حضرموت. نحن الآن في مطار سيئون الدولي، وصلت هذه الرحلة الآن من مطار جدة الدولي. في هذا المطار تتم الآن إجراءات الفحص من وباء كورونا. هذه الطائرة وهؤلاء المسافرين وصلوا الآن مباشرة، والطاقم الصحي والطاقم الطبي يقوم بعمليات الفحص للوقاية من تفشي وباء كورونا، والتي أعلنت عنه الصحة العالمية بأنه وباء عالمي. كما ترون الآن عملية الفحص تتم لكل المسافرين من القاهرة ومن جدة وأيضا من العاصمة الأردنية عمان. معي هنا أيضا أحد الطاقم الطبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تتم عملية إجراء الفحص الطبي في مطار سيوم؟ طبعا هذا كإجراء يعتبر بالنسبة لنا إجراء وقائي وإجراء احترازي لمواجهة هذا الفيروس، فيروس كورونا المستجد. ونحن هنا في وزارة الصحة في مطار سيئون الدولي وفروا كافة الإجراءات، ومن ضمنها فحص القادمين وأخذ كافة البيانات من خلال اللي هي هل هناك توجد عليهم أعراض، من ضمن هذه الأعراض ارتفاع درجة الحرارة أو وجود هناك أعراض. وأيضا يتم في ذلك أخذ كافة البيانات القادمين من المناطق الموبوءة والذين يتم وضعهم في الحجر الطبي خلال 14 يوم والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا. شكرا لك. كما سمعتم مشاهدين الكرام، إجراءات احترازية وقائية ضرورية في مطار سيئون الدولي. وزير الصحة قبل أسابيع افتتح مركز خاص للعزل في حال وجود أي إصابات. وزارة الصحة اليمنية لم تعلن لحد الآن عن أي إصابة لفيروس كورونا في الجمهورية اليمنية. حدد مساعد قناة بلقيس. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. وأول ضيوف حلقتنا اليوم الدكتور عمار البعداني الذي ينضم إلينا من الصين. مرحبا بك دكتور عمار، مساء الخير. مرحبا، مساء الخير.
أهلا بك. وللتعريف أكثر على الدكتور عمار، هو طبيب يمني مقيم في الصين في مدينة أوهان التي بدأ بها انتشار الفيروس، وهو كان جنبا إلى جنب الأطباء الصينيين في الجبهات الأمامية لمواجهة الفيروس في الصين. والكثير من وسائل الإعلام العربية والعالمية تناقلت العديد من الفيديوهات التوعوية للدكتور عمار. أنا سعيدة أنك معي دكتور عمار، ونحن أيضا فخورين بك. وبطريقة بسيطة دكتور عمار، كيف يمكن أن نعرف المواطن اليمني البسيط بفيروس كورونا، أعراضه، أسبابه؟ نعم، مساء الخيرات. بداية كتوضيح للمادة التي تحدثتم عنها، أنا لست مقيما في مدينة ووخان، أنا مقيم في مدينة إيو في مقاطعة تجيان. في المدينة هنا تبعد حوالي 800 كيلو متر مدينة ووخان. نحن موجودون في أحد المدن التي أيضا تعرضت أيضا كغيرها من المدن الصينية إلى انتشار وباء كورونا، خاصة قبل إغلاق مدينة ووخان وإقليم خوبي. فقد حدث أن خرج ما يقرب من 5 ملايين صيني من مدينة ووخان قبل قرار الإغلاق. وبالتالي فكنا رغم أنها صادفت أيام العيد الصيني والإجازة الصينية، إلا أننا فضلنا عدم أخذ الإجازة والبقاء في المستشفى للعمل ولتقديم النصائح واستقبال بعض الحالات المشتبه بها من الأجانب من جميع الجنسيات في المدينة، حيث يقيم في مدينة إيورو لدينا ما يقرب من 15,000 أجنبي من مختلف الجنسيات. نعود لنتحدث عن فيروس كورونا. فيروس كورونا المستجد هو ينتمي إلى عائلة فيروسات كورونا، والتي كان منها في العقدين الماضيين وباء سارس في 2002 و2003، وبعد ذلك ظهر في 2012 في المملكة العربية السعودية تحديدا وباء سمي بميرس، وهو أيضا من عائلة كورونا. وهذا الفيروس هو أيضا فيروس كورونا المستجد، هو فيروس جديد على العاملين في الفرق الطبية والباحثين، وكانت الكثير من الصفات وطرق الانتشار غير معلومة، كانت غير معلومة لكثير من الناس. وبالتالي هذا كان أحد التحديات على العاملين في القطاع الصحي وعلى الحكومة الصينية وعلى الشعب الصيني بشكل كامل. الفيروس هو فيروس من فيروسات الجهاز التنفسي، وهو إذا ينتقل أساسا عن طريق القطيرات، عن طريق الرذاذ الذي يخرج من المصاب، عن طريق السعال أو العطس، من مسافات قريبة، من مخالطة بسيطة يتم انتشار العدوى. هنالك طريقة أخرى لانتشار هذه العدوى، وهي أن هذه القطيرات وهذا الرذاذ الذي لا يسافر إلى مسافات بعيدة، هو فقط ينطلق إلى مسافة متر مترين ويقع على بعض الأسطح. بعض الناس يلمسون هذه الأسطح بأيديهم، ثم تنتقل هذه العدوى عن طريق لمسنا لوجهنا، لمسنا للعين، وهذه من عادات الناس. طبعا عادات معروفة أننا دائما لا نستطيع مقاومة لمس وجوهنا، لمس العين، لمس الأنف. هذه نعم. الطريقة تنتقل على المقاطعة دكتور، ولكن كم يمكن أن يعيش الفيروس على الأسطح؟ نعم، كما تفضلنا وتحدثت أيضا منظمة الصحة العالمية أن هذا الفيروس هو فيروس مستجد، وبالتالي فالكثير من المعلومات باتت غير مؤكدة حتى الآن حول التفصيل والتدقيق في الوقت الذي يمكن للفيروس أن يعيش فيه على الأسطح الخارجية. ولكن يقال بأن الفيروس على الأسطح الباردة، على الأسطح الملساء كالزجاج أو المعادن، يعيش لساعات وربما لأكثر من يوم أو يومين أو إن صح تعبيركم لأيام، ولكن هذه معلومات أكدت منظمة الصحة العالمية على أنها لم تتأكد بالضبط. بعض الأسطح الخشنة ربما لا يعيش عليها الفيروس لوقت طويل، ولذلك نحن دائما نحث الناس عندما نتحدث الآن بعد أن تعرفنا على طرق انتشار العدوى، سنعرف جيدا ما هي طرق الوقاية، وهي
كيف نمنع الالتصاق او المخالطه اللصيقه بالناس الذين مصابونهم بفيروس كورونا او المشتبه بهم، كيف نحاول ان لا نلمس هذه الاسطح التي لا نعلم مدى نظافتها بغسل الايدي باستمرار وتكرار بالماء والصابون. النظافه الشخصيه هي احد اهم عوامل الوقايه. الابتعاد عن لمس الوجه هذه ايضا من العادات التي ندعو الى 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 الابتعاد عنها. نعم، هذه أهم وسائل. سنعود للحديث على طرق الوقاية والعلاج باستفاضة أكثر، ودعنا الآن نتحدث عن أعراضه. كيف يمكن للشخص المصاب أن يعرف أنه مصاب بفيروس كورونا؟ كيف يمكن له التفريق بين الكورونا وبين الإنفلونزا العادية الموسمية؟ نعم، هذا سؤال وجيه، والناس دائما يتخوفون من ان اي اصابات او اي اختلالات تنفسيه او اي اعراض ربما تعني اصابه الناس بكورونا، ولكن نريد ان نقول فيروس كورونا هو فيروس من فيروسات الجهاز التنفسي، وبالتالي فان لديه الكثير من الاعراض التي تتشابه مع فيروسات الجهاز التنفسي الاخرى ومن ضمنها الانفلونزا. وبالتالي فهو يشترك معها في كثير من الاعراض، من ضمنها السعال، من ضمنها الرشح، من ضمنها الالم في اعلى الحلق، من ضمنها ايضا قد تتطور الى ضيق في التنفس. الحمى هي من اهم الاعراض لدى فيروس كورونا المستجد. نتحدث عن الحمى ونتحدث عن السعال الجاف، هذه تشكل ما نسبته اكثر من 80 او 87% من الاعراض. تاتي اعراض كثيره، حتى ان بعض الحالات القليله ربما تعاني بدايه من الاسهال. وبالتالي نحن نقول بان ظهور بعض الاعراض التي تعنى بالجهاز التنفسي لا تعني بالضروره انني مصاب بكورونا. كيف ماذا افعل اذا شعرت وانا في مدينه لم يصبها هذا الوباء بالتفشي، ولم اختلط باناس مصابين، ولم اذهب الى اي منطقه يشتبه في تنفس الوباء فيها؟ هذا يعني انه لا داعي للقلق، لاننا نؤكد انه لا ينتقل عبر الهواء مسافات بعيده. اذا طالما لم تكن لدي مخالطه لا مع اشخاص ولا ذهاب الى مناطق موضوعه، وظهرت لدي اعراض الجهاز التنفسي، فانا فقط علي ان ابقى في المنزل، ان اتعامل مع هذه الاعراض كما كنت اتعامل سابقا بالاحتراز، بمحاولة الابتعاد عن من هم بجواري العائلة حتى لا أنقل لهم أي عدوى أيا كانت كوسيلة احترازية. لا داعي للذهاب إلى المستشفى في هذه الحالة طالما أنا لم أكن مختلطا مع أشخاص، فقط أبقى في المنزل، أخذ الراحة وبضعة أيام وسيذهب هذا المرض. ولكن إذا كنت من الناس الذين قد اختلطوا بأشخاص ثبتت إصابتهم، إذا كنت قد اختلطت بأناس ثبتت إصابتهم أو جئت من مناطق موضوعة أو دول موضوعة، هنالك فحص دكتور، هنالك فحص، يعني المريض يمكن أن يذهب إلى المستشفى ليتأكد، هنالك فحص يمكن إجراءه للتأكد ما إذا كان مصاب بالفيروس أو لا؟ نعم، لكننا ننصح الذين جاءوا من مناطق موضوعة أو اختلطوا بأشخاص ثبتت إصابتهم أو اشتبهوا بإصابتهم ثم ظهرت عليه الأعراض بعد الشرط الأساسي وهو الاختلاط أو المجيء من مناطق موضوعة، ظهرت عليه الأعراض، ماذا أفعل؟ ينصح بأن لا نذهب بأنفسنا إلى المستشفى، لأننا في الطريق ربما نقوم بنشر العدوى بين الناس. ولذلك في كل الدول الآن هنالك أرقام للطوارئ خاصة. أعتذر دكتور على كثرة المقاطعة، ولكن أريد أن أسألك أكثر من سؤال ولم يعد لدي وقت، هنالك ضيوف آخرين على الخط ينتظرون، ولكن باختصار دكتور، هل للمناخ علاقة بانتشار الفيروس؟ أنت في سؤالي الأول أجبت أنه قد يعيش الفيروس على السطح البارد أكثر من السطح ربما مرتفع الحرارة، هل للمناخ علاقة؟ نعم، من المعلوم أن عائلة كورونا أو فيروسات كورونا تفضل الأجواء الباردة،
ولكن هذا لا يعني أن نعول على ارتفاع بسيط في درجات الحرارة لينتهي هذا الوباء. منظمة الصحة العالمية والخبراء والباحثون يقولون لن نعول على ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، فهو يعيش في داخل جسم الإنسان، ودرجة حرارة جسم الإنسان الطبيعية يعني من 36 إلى 37. نعم يعني يا دكتور إذا ما انتهى الشتاء ودخل الصيف فهو هذه المعلومة التي تقول ربما إذا انتهى الشتاء ودخل الصيف سينتهي الفيروس، هذه معلومة غير أكيدة. معلومة غير أكيدة، وهذا ما أعلنته منظمة الصحة العالمية. يجب أن لا نعول على ارتفاع بسيط، الفيروس يموت في درجات حرارة تصل إلى 56 درجة مئوية، وهذه درجة عالية جدا. نعم دكتور، هل هنالك اختلاف لأنواع الكمامات المستخدمة؟ لأن هنالك أنواع كثير من الكمامات، أم أنها كلها تفي بالغرض؟ نعم نعم، نحن دائما نقول بأن الناس في المناطق المنخفضة الخطورة بما فيها اليمن، بلدنا اليمن حاليا طالما لم تسجل أي إصابات فلا داعي لتعميم ارتداء الكمامات على الناس. ندعو المصابين بأي اعتلالات تنفسية سواء انفلونزا أو زكام أو غيرها، أو حتى يشك بأن لديه كورونا وقد جاء من هذا الموضوع، هؤلاء الناس يجب عليهم أن يرتدوا الكمامات حتى لا يعد الآخرين بشكل أساسي، هي تمنع خروج هذه العدوى من المصابين أو من يشكون. وأما بالنسبة للناس الذين يخشون على أنفسهم من تلقي هذه العدوى، فهنالك اختلاف بين النظرية الصينية والكورية. هل يمكن الاستغناء عن الكمامة بالشال أو بالشال أو الحجاب والبرقع؟ هل يمكن أن تقوم هذه الأشياء بنفس الحماية؟ لا طبعا، هذه الأقمشة ليست مخصصة للوقاية من الميكروبات أو الفيروسات. هذه الأقمشة أو الغتر أو الشال أو ما شابه ذلك، هذه ليست مخصصة لهذا الأغراض الطبية. نعم، هذه معلومة مهمة يجب أن يعرفها اليمنيون، لأن هناك الكثير من الصور انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لبعض من العرب في المطارات وهم يقومون باستخدام القطع من ملابسهم لتغطية الوجه. نعم نعم نعم، ولذلك نحن نؤكد أن معرفة تفاصيل هذا المرض والتثبيت الصحي له دور كبير. كبح جماح أي شائعات تنتشر بسبب الخوف انتشار النار في الهشيم هو أمر ضروري، وهذه مسؤوليات السلطات والإعلام. نعم يا دكتور، كنت أود أن أسألك الكثير من الأسئلة ولكن للأسف الوقت لم يعد متاح. كنا أود الحديث عن كيف يمكن لكل دول الجزيرة العربية أن تصاب بفيروس كورونا واليمن الوحيدة التي لا تصاب. هل معقول أنه لم يصل إلى اليمن أم أنه لم يكن لدى القدرة لدى الجهات داخل اليمن اكتشاف ذلك؟ بشكل مختصر أرجوك دكتور. حقيقة عدم تسجيل الإصابات لا يعني بالضرورة عدم وجود إصابات. تسجيل الإصابات يتم عبر التشخيص السليم، فلربما لم يتم التشخيص لبعض الحالات التي عانت من بعض العدوى، خاصة وأننا لدينا حركة تنقل أناس عادوا من دول ربما لديها خطورة عالية. وما نشدد عليه هو ضرورة الاحتراز، ضرورة رفع مستوى الوعي لدى الناس. صحيح. أيضا العائدون من هذه الدول يجب أن يبلغوا عن أنفسهم، أن يقيمون على أنفسهم حجرا منزليا. صحيح. إذا كانوا لا يريدون الإضرار أيضا بالآخرين. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عمار. إذا كما قال الدكتور عمار، إذا لم تعلن الجهات الرسمية في اليمن وجود إصابات هذا لا يعني أنه لا توجد، فالوقاية خير من العلاج ويجب الاحتراز. الدكتور عمار البعدني كنت معي من الصين، شكرا جزيلا لك دكتور عمار. معي أيضا الآن الدكتور محمود العزب وهو دكتور في علم المناعة من جامعة في الصين. مرحبا بك دكتور محمود. مرحبا عزيزتي. مرحبا دكتور محمود، أنت بما كونك دكتور مختص بعلم المناعة، كيف يمكن للمواطن اليمني البسيط أن يزيد قدرة المناعة لديه، أن يرفع المناعة لديه بالأشياء المتوفرة بالأشياء البسيطة الممكنة؟
نعم حقيقة في مثل هذه الجوائح والأمراض المعدية لا يوجد أمامنا طريق إلا حلين أساسيين. الحل الأول هو الالتزام الصارم بقواعد السلامة وضبط العدوى. نعم. والحل الثاني هو الاهتمام بدعم الجهاز المناعي لأن كل الأبحاث التي صدرت إلى الآن حول فيروس كوفيد 19 وكلها تتكلم عن أهمية دعم الجهاز المناعي في مواجهة هذا الفيروس الخطير. المعلومات أفادت هنا في الصين قرابة 70% من الذين تعافوا كان الاعتماد بشكل أساسي على كفاءة جهازهم المناعي. بالنسبة لدعم الجهاز المناعي هناك نقاط عدة، أهم نقطة نتكلم عنها يمكن وهي تخص المواطن اليمني بشكل خاص من بقية المجتمعات العربية، وهي موضوع البعد عن الستريس أو الضغط النفسي، لأن الضغط النفسي يعمل على تثبيط الجهاز المناعي وإرباكه مما يؤدي إلى إضعافه أمام الهجمة للفيروس. الموضوع الثاني هي التغذية المتزنة التي تساهم في دعم الجهاز المناعي، وأهم نقطة في التغذية وتكلمت عنها أنا في مقابلات سابقة وفيديوهات هي موضوع الابتعاد عن السكر، لأننا في ثقافتنا العربية واليمنية بالذات عندنا هوس في موضوع السكر واستهلاك كثيري لموضوع السكر، فالابتعاد عن السكر سيساهم بشكل كبير في تعزيز الجهاز المناعي لأن تناول كميات كبيرة من السكر تؤدي إلى تثبيط الجهاز المناعي وتجعله ضعيفا أمام الفيروس. الموضوع الثالث في موضوع دعم الجهاز المناعي هي القيام بأنشطة رياضية دورية حتى وإن كانت بسيطة، فالمفروض أن تكون دورية لأنها تعمل على تنشيط خلايا الجهاز المناعي. موضوع ثالث وموضوع الرابع موضوع التعرض للشمس، هذا كذلك موضوع مهم، وكذلك أن يظل الذي يحتمل أن يمكن أن يصاب بالفيروس أن يشرب كميات كبيرة من الماء وحبذا لو تكون ساخنة، لأن كلما كان مجاري الجهاز التنفسي رطبة وفيها تميق تساعد بشكل كبير جدا في التخلص من الفيروس ودخوله إلى الجهاز الهضمي، ويمكن هنا أن تساعدنا الأحماض القوية في المعدة في هضمه والتخلص منه. هذه أهم النقاط في دعم الجهاز المناعي. نعم. أيضاً دكتور محمود، كيف يمكن أن ننصح اليمنيين بأهمية أخذ موضوع عدم المصافحة والاختلاط الزائد بالناس بطريقة جدية؟ لأنك تعرف في المجتمعات العربية وخاصة اليمنية علاقة الناس في بعض وكيفية السلام، وكيف يمكن أن نوعي الناس بأن نحن نتحدث الآن بجدية، هذا فيروس أصاب العالم وهو فيروس خطير ويمكن أن ينتشر بهذه الطريقة، وأيضا ألا تعلن الجهات الرسمية في اليمن بأنه يخلو من وجود حالات، هذا لا يؤكد ذلك لأن كل شبه الجزيرة العربية كل الدول المحيطة بنا لديها حالات، يعقل أن اليمن ألا يكون فيه حالات؟ نعم عزيزتي، ما قلت فيه مهم جدا وهو عين الحقيقة، ينبغي علينا كمجتمع يمني أن نتحلى بقدر عالي من المسؤولية، لكن هذا التحلي بقدر العالي من المسؤولية لابد أن يرافقه تفاؤل والبعد عن الرعب، لأن كذلك الرعب يمكن أن يسبب مضاعفات لهذه أحمد عقباها. والحقيقة أننا كمجتمع يمني لدينا خصوصية خاصة بالأوضاع التي نمر بها هذه الأيام، ومن هنا أنا أوجه مناشدة لجميع الأطراف المسؤولة عن الشعب اليمني. أي نعم نحن مقسمين سياسيا ومنفصلين جغرافيا، لكننا مجتمعيا نعتبر مجتمع واحد ومختلطين شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وهنا نناشد كل المسؤولين أن يجعلوا قضية فيروس كورونا موضوع جدي، وأن يبعدوه تماما عن موضوع المناكفات السياسية، وأن يتعاملوا معه، نناشد فيهم إنسانية. أتمنى ذلك دكتور. مسؤولية إنسانية. الموضوع بالنسبة لموضوع المصافحة، هناك لدينا نحن كارثة كمجتمع يمني، موضوع مجالس الصمت والمصافحة واللقاءات الاجتماعية، ينبغي أن تقف فورا خاصة في مثل هذه الجائحة حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود. صحيح، نقطة مهمة دكتور.
نقطة مهمة مجالس القات والتجمعات الاجتماعية التي تحدث في عصر اليوم في اليمن. إذا شكرا جزيلا لك دكتور، أبرز النقاط التي قلتها لرفع المناعة، الابتعاد عن الضغوط النفسية والتغذية السليمة، وهذه ربما ظروف اليمن لا تسمح، الضغوط النفسية والتغذية السليمة كون اليمن يعيش أكبر مجاعة في العالم. إذا يجب التركيز على الرياضة والتعرض للشمس والوقاية بالنظافة الشخصية. شكرا جزيلا لك دكتور محمود العزب، دكتور في علم المناعة، كنت معي من الصين، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا الآن نذهب لمتابعة بعض التصريحات التي أخذها مراسلنا من مدينة حضرموت. والله يعني إذا دخل المرض الله يعين الشعب اليمني، لأنه ما فيه اهتمام لا من الحكومة الشرعية ولا من الصحة، بينتشر ويروح ضحايا مليان في الشعب اليمني، ولازم يعني السلطة المحلية تقوم بواجبها علشان الشعب يعني كافة. ومن ناحية الغمائم يعني الأسواق مكدسة غمائم، ما فيها تمام لا من صندوق النظافة ولا من أي حاجة. ونقول إن شاء الله الحكومة تراجع يعني حساباتها وتهتم بالشعب. أيوة ضروري من الحكومة أنها تستعد استعدادا تاما كاملا لفيروس كورونا، لأنه إذا انتشر في اليمن سيؤدي إلى مأساة كثيرة في اليمن، ولا نرجو من الحكومة الاهتمام والاستعداد على المواطنين والحفاظ على أرواح المواطنين. الحفاظ على المواطنين من أمراض الكورونا، ويأخذون السلامة من الكورونا، وتطوير البلاد من المستشفيات ومن الصحة العامة، هذه ينتبهون لأمراض الكورونا واليون لهذا المسافرين الخارج والازدحام. إذن عدنا إليكم مشاهدينا الكرام، ومعنا الآن من تعز نائب مدير الإعلام والتثقيف الصحي الأستاذ تيسير السامعي. مرحبا بك سيد تيسير، كيف هي استعدادكم أنتم في محافظة تعز للتوعية، وأيضا هل لدى السلطات الصحية في المحافظة الإمكانيات لاكتشاف حالات إن وجدت لا قدر الله؟ تحية طيبة لك أختي، وتحية طيبة لكل المشاهدين قناة بلقيس. وأنا بصراحة أشكركم على اهتمامكم بالقضايا والمواضيع الصحية الذي يعني تعمل على توعية الناس، وتكون عامل مساعد لنا في إيصال الرسالة الصحية للمواطنين. أما بالنسبة لحول سؤالك، طبعا نحن في محافظة تعز طبعا حتى الآن اليمن بحمد الله ما تزال بعيدة عن هذا الوباء، حتى الآن لم يسجل أي حالة إصابة بهذا الوباء في اليمن، وإن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى لن يصل إلينا، لأنه أعتقد أنه لدينا ما يكفينا من الأوبئة والأمراض، وإن شاء الله سيظل نحن على أمل أن يظل أن تظل اليمن بعيدة عن هذا الوباء. على ماذا استند دكتور تيسير؟ دكتور تيسير صحيح دكتور، على ماذا استند حتى تقول أنه إن شاء الله لن يصل إلينا إذا كان كل الدول المحيطة باليمن؟ مطاراتنا والنافذة البحرية أصلا هي مغلقة، وأعتقد أنه هذا قد بقدر ما هي كارثة لكن أصبحت نعمة يعني، ورب ضارة نافعة كما قال. وأيضا لكن الخطر قائم من إيران، لا ننسى أن هنالك شخصيات ووفود وناس، هنالك سفر ما بين مناطق سيطرة الحوثيين وإيران، وأيضا تهريب للأسلحة للمواد، لا أحد يعرف. لا نعم أختي نعم، لكن كما قلت لك مع ذلك رغم ذلك، لكن نحن مثلا في وزارة الصحة والسكان في سواحل العاصمة المؤقتة عدن أو هنا في محافظة تعز، طبعا اتخذت كل التدابير الاحترازية حسب الإمكانيات المتاحة. طبعا وزارة الصحة والسكان في محافظة في العاصمة المؤقتة عدن بدأت منذ وقت مبكر بتشكيل فريق لعملية الطوارئ، وقامت بتحديد حجر منطقة مكان للحجر الصحي لأي حالات قد تأتي من الخارج مصابة بهذا الوباء، إضافة إلى أنه هناك يعني فحص للمسافرين في القادمين من الدول التي تأتي إصابة بهذا الوباء. هنا في محافظة تعز أيضا هناك أيضا إجراءات وقائية تمت، طبعا هناك لجنة يعني فريق استجابة طارئة وفريق طوارئ، ويعملون على في مختلف مديريات المحافظة وبالذات المديريات التي هي قريبة مديرية الساحل والمديريات القريبة من العاصمة المؤقتة عدن.
هناك تم الآن تحديد مكانين أو مكان للحجر الصحي، الأول في مديرية الضباب في مستشفى مديرية الضباب، والثاني في منطقة الضباب. طبعا هناك أيضا كل المسافرين القادمين من الدول التي التي انتشر فيها هذا الوباء يتم أيضا فحصهم وأخذ المعلومات اللازمة عنهم ومتابعتهم بحيث إنه في حالة ما ظهرت أي أعراض لهذا الوباء نقوم بوضعهم في الحجر الصحي. طبعا هناك جهود تبذل يعني كبيره لمكافحه هذا الوباء ان شاء الله، ونحن على امل انه ان شاء الله لن يخف، خاصه لو حدا اشتبه او يمكنه التواصل معكم. نعم اي مسافر سواء ياتي من جمهوريه مصر او ياتي من الهند او من اي دوله يعني ظهر في هذا الوباء، عندما يصل إلى مدينة تعز يقوم هناك فرق تقوم بأخذ معلومات كاملة عنه ومكان سكنه وأيضا أرقام تلفوناته، بحيث نظل على تواصل دائم معه في حال ما إذا ظهرت أي أعراض على طول نقوم نحن بوضعه في الحجر الصحي. وكل المسافرين حتى الآن كل يوم سجل يعني كل الناس القادمين من الدول التي ظهر فيها الوباء. نعم. باختصار دكتور تيسير، هل يمكن اكتشاف الفيروس قبل ظهور الأعراض؟ لا، مشكلة هذا الفيروس المشكلة إنه الأعراض لا تظهر إلا بعد أسبوعين يعني بعد 14 يوم، وهذه مشكلة هذا الفيروس لأنه قد يكون الشخص حامل للوباء وأيضا يعني ولا تظهر عليه الأعراض، وهذا قد يسبب مشكلة إنه المشكلة إنه قد يصيب ناس بدون الناس. لكن كما قلت نحن أيضا نقوم بجهود طيبة، وهناك أطباء قد تم تدريبهم في العاصمة المؤقتة عدن هنا في مدينة تعز، قامت بتدريبها من طريق دعم من منظمة الصحة العالمية ومن وزارة الصحة في العاصمة المؤقتة عدن، تم تدريب هؤلاء الأطباء على سبل الوقاية من هذا الوباء وأيضا طرق العلاج أو السياسة العلاجية لهذا الوباء، وإن شاء الله تعالى يعني هناك استعدادات ونحن نأخذ بالأسباب وإن شاء الله تعالى لك إن شاء الله نحن متفائلين أنه الوباء لن يصل بإذن الله. التثقيف الصحي كنت معي إذا دكتور تيسير السامعي نائب مدير الإعلام والتثقيف الصحي، كنت معي من تعز، شكرا جزيلا لك دكتور تيسير. الآن مشاهدينا الكرام نذهب لمتابعة تصريح خاص ببلقيس من الدكتور عبد الرقيب العمري وهو مدير مطار عدن، نذهب لمشاهدة التصريح. إلى الآن لم نلتمس أي شيء من اتجاه الحكومة وخاصة في وضع البلاد التي تتفشى فيها عدة أمراض منها حمى الضنك وعدة أمراض أخرى، وإلى الآن لم تجابه الأمراض الأولى، ما بالك في الأمراض هذه في مرض كورونا. نتيجة الإمكانيات الضعيفة أظن ما فيش أي استجابة أو أي استعدادات لمواجهة فيروس كورونا، فبالتالي أكيد إن شاء الله أن ربك هو اللي بيستر على الشعب. إذن حصل خطأ، لم يكن هذا مدير مطار عدن، كانوا هؤلاء مواطنين من عدن. سنعود لاستعراض تصريح مدير مطار عدن، ولكن قبل أن يكون جاهز التصريح، إذن نستقبل اتصال، نستقبل معنا جمال علي جمال من الحديدة. مرحبا بك جمال، مساء الخير. مساء النور، يا مرحبا بكم. أهلا بك جمال، كيف هي ردود الفعل لدى المواطنين حيال هذا الموضوع؟ هل هنالك قلق؟ هل هنالك تخوفات؟ هل بدأ الناس بعمل أي احترازات وقائية؟ والله القلق والتخوف من هذا الفيروس موجود لدى عامة الناس، لكن اتخاذ الإجراءات الوقائية غير متواجدة بشكل كبير نظرا لعدم اهتمام الدولة بنفسها. غياب الدولة سواء في حديدة أو غير حديدة، غيابها في الأمراض السابقة والفيروسات التي انتشرت سابقا وحاليا هو الخوف الأكبر للمواطنين وليس الفيروس بذاته. ما هي تأملاتكم، ما هي رسائلكم للجهات الحكومية والجهات المعنية؟ والله نريد اهتمام من هذه من الدولة سواء أو تشديد الفحوصات في منافذ اليمن أو حتى حظر السفر منه إلى اليمن لتجنب هذه الكارثة، لأن الفيروس لو سمح الله إذا دخل اليمن
سينتشر بشكل كبير جدا لعدم وجود اي اجراءات داخل اليمن تقي من هذا الفيروس. نعم، إذن جمال علي جمال كنت معي من الحديدة، نتمنى للجميع السلامة، نتمنى لكم السلامة. شكرا لك جمال. مشاهدينا الآن التصريح جاهز، مدير مطار عدن سيد عبد الرقيب العمري، نتابع. كل المنظمات الدولية العاملة في اليمن ووعدوا أنهم سوف يزودون بكاميرات حرارية بإسعاف مجهز تجهيز حديث ومتكامل في حالة أنه يعني اشتبهنا بوجود حالة يتم التعامل معها ونقلها. أيضا تزويد الطاقم والفرق الصحية العامل في المطار بالملابس والكمامات والجزمات وكل المستلزمات التي تقيهم من تعرضهم لهذا الفيروس أثناء أدية مهام عملهم. إلا أنه للأسف الشديد إلى يومنا هذا لم نحصل على أي دعم، وهذه تعتبر مصيبة ومعضلة كبيرة. لا دخل الفيروس إلى اليمن، يعني سوف ينهي على اليمنيين خلال أسبوع، يعني كما لاحظتم في الصين. نحن في إدارة عام مطار رغمنا بتجهيز محجر صحي وزودناه بالتعاون مع وزارة الصحة بالإمكانيات المتاحة بحدها الأدنى وفق الظروف الذي نمتلكها، ولكن نحن نناشد الأخوة الغائمين على مكتب الصحة في المحافظة ووزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية ومجلس الوزراء والحكومة ككل، يعني النظر بعين الاعتبار وبصورة عاجلة إلى مطار عدن وتوفير كل المستلزمات أسوة بما تم توفيره في مطار صنعاء ومطار الريان المغلقين الذين لا يعملوا أمام حركة الملاحة، بينما المطار الرئيسي والمنفذ الوحيد للبلد والذي يعني يوميا آلاف المسافرين قادمين ومغادرين لم تهتم بأي جهة لا حكومية ولا دولية. إذن كان هذا حديث مدير مطار عدن الدولي الذي كان فيه مناشدة للجهات الحكومية بالاهتمام بمطار عدن كونه الآن المطار الرسمي والرئيسي في البلد. هل يمكن أن يصاب شخص بعدوى فيروس كورونا دون ظهور أي أعراض؟ نعم، فالعدوى بفيروس كورونا قد تكون عديمة الأعراض، وقد اكتشف بعض الأشخاص المصابين بالعدوى بلا أعراض عندما خضعوا لاختبار الكشف عن فيروس كورونا أثناء تحري مخالطي الأشخاص المعروفة إصابتهم بالعدوى. هل يسهل الكشف عن الأشخاص المصابين بالعدوى بفيروس كورونا؟ للأسف لا يمكن دائما الكشف عن الأشخاص المصابين بالعدوى، لأن أعراض هذا المرض المبكرة غير محددة، ولهذا السبب ينبغي لجميع مرافق الرعاية الصحية أن تطبق الممارسات القياسية للوقاية من العدوى ومكافحتها، كما أنه من الأهمية تحري سوابق السفر لدى الأشخاص المصابين بالعدوى لتحديد ما إذا كانوا قد زاروا مؤخرا بلدان يسري فيها فيروس كورونا بنشاط أو خالطوا الدواب، خصوصا الجمال العربية. الجمال العربية هي إحدى المصادر المحتملة للإصابات بالفيروس كما تقول المعلومات. ما الذي ينبغي للشخص أن يفعله إذا خالط شخصا مصابا بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية بين قوسين الكورونا؟ إذا خالطت شخصا مصابا بفيروس كورونا عن قرب خلال الأيام الأربعة عشر الأخيرة دون اتخاذ احتياطات مكافحة العدوى التي يوصى بها، ينبغي لك الاتصال بأحد مقدمي الرعاية الصحية ليتولى تقييم حالتك. لا أعرف كيف يمكن عمل ذلك في اليمن، ولكن نتمنى أن تقوم الجهات بالاستعداد وبوضع خطوط للتواصل مع المواطنين. هل يوجد لقاح مضاد لفيروس كورونا وما هو العلاج؟ لا يوجد حاليا أي لقاح أو علاج محدد لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية كورونا، ولكن العلاج المتاح هو علاج داعم للأعراض ويتوقف على الحالة السريرية للمريض، أي الحالة الصحية للمريض. إن كانت مناعتك قوية وحالتك الصحية جيدة بإذن الله ستنجو من هذا المرض. نتمنى للجميع السلامة. مشاهدينا، قمنا بطرح موضوع الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، وكان للناس تفاعل مع الموضوع. نستعرض لكم تفاعل الناس وأبرز هذه التعليقات، ومن هذه التعليقات تعليق أول لأحمد سالم فضل، يقول: أحمد، إذا كان مرض كورونا انتشر في أكثر الدول العظمى ولم يستطيعوا الحد من انتشار الكورونا رغم كل الإمكانيات المتطورة، فما بالك بدولة فقيرة مثل اليمن؟ نسأل الله تعالى أن يصرف عنا هذا المرض الخطير. فعلا
تعليق آخر. تعليق آخر من عبد علي يقول: إذا كانت الصحة ما قدرت على الأمراض الموجودة هنا، فكيف بالله عليك ستقدر على مرض عالمي؟ يا عزيزي الحصيلة صفر. إذن الجميع متخوف لأن البلد بوضع منهار، لا توجد الإمكانيات الكافية. إذا قدر الله ظهرت حالات في اليمن، لم تستطع أديب الزمر يقول: لم تستطع أغنى الدول معالجة مرض الكورونا، فكيف بدولة تعتبر من الدول الفقيرة جدا التي لم تستطع علاج أصغر مرض بسبب الفساد الحاصل من قبل المسؤولين الذين نهبوا ثرواتها؟ فما علينا سوى أن نرفع أكفنا إلى رب السماء وندعوه أن ينجي وطننا من هذا المرض الخبيث بحوله وقوته، إنه القادر على كل شيء، والنعم بالله. إذن تعليق أخير. تعليق أخير من عاصم الخضمي يقول: عاصم، رغم الدعم الهائل من المنظمات الدولية في المجال الصحي، لم نتمكن من القضاء أو الحد من الأمراض الموسمية، فكيف سيكون فيروس كورونا؟ أعتقد أن مشكلتنا الرئيسية هي الفساد. إذن الكل يتساءل كيف سيصبح حال الوضع إذا ما لا قدر الله انتشر الفيروس في اليمن. نتمنى الوضع في اليمن لا يستحمل، نتمنى من الله اللطف بالبلاد والعباد. معنا الآن اتصال. نعم، معنا موسى المقطري من تعز. مرحبا بك موسى، مساء الخير. مرحبا بك وبالسادة متابعي قناة بلقيس. أهلا بك موسى، كيف هو الوضع في تعز؟ الناس متخوفون من المرض، هل يقومون بالاحتياطات الاحترازية من حيث النظافة، عدم الاختلاط، عدم المصافحة؟ كيف هو الوضع؟ انقل لنا الوضع في تعز. نعم، تعز بالفعل حالها كحال بقية البلدان إجمالا وبقية المحافظات. الناس متخوفون، لكن ما يطمن الحال أولا لم يحصل حتى الآن أي إصابة، ولم يسجل أي إصابة من أي جهة صحية ذات ثقة. هذا يعطي الناس بعض الإطمئنان، لكن في المجمل الناس يتناقلون فيما بينهم كلهم وسائل الوقاية، طرق الوقاية من هذا المرض، تحسبا لأي دخول عبر أي أحد المنابر أو ما شابه ذلك. القطاع الصحي في تعز مثله مثل بقية المحافظات يشكو من الضعف وقلة الإمكانات، لكن الناس عندهم أمل أن الله سبحانه وتعالى لن يجمع لنا أكثر من بلاء. فلدينا في تعز وفي اليمن أكثر من بلايا كثيرة، والذي يضيف الله سبحانه وتعالى ما هذا الوباء، والتخوف قائم بالتأكيد، والنعم بالله. إذن موسى شكرا جزيلا لك، ونتمنى السلامة للجميع. نتمنى السلامة للجميع. مشاهدينا الكرام، نذهب لمتابعة بعض التصريحات أيضا من محافظة تعز. بالصراحة ظهر في الأيام الأخيرة فيروس أرعب العالم وعاش العالم هلع في جميع الدول العربية والإسلامية، إلا عندنا في اليمن نستغرب بصراحة ليش ما فيش تحرك من السلطات الطبية أو الوزارة الممثلة الشرعية في محافظة تعز أو بمستوى الجمهورية اليمنية كامل. مؤخرا في جمهورية مصر العربية صدر قرار من رئيس الوزراء بوقف جميع الفعاليات وإعمال إجراءات تحرزية واستعدادات المراكز الصحية في جميع الدول، حتى الدول الخليجية والدول العربية والدول العالمية، ما عاد في اليمن. نحن نستغرب هنا تردي الأوضاع الصحية في محافظة تعز تزيد يوما بعد آخر. ما فيش أي مقاومات، ما فيش أي تجهيزات إذا ظهر الفيروس بشكل كبير وانتشر، فكيف، ما هي الطرق، ما هي البوادي اللي يمكن يتم معالجته؟ للأسف ما فيش أي حاجة. بالنسبة لما يجري يعني من تحرزات أو ما فعلته السلطة أو وزارة الصحة، لحد الآن لم نلامس أي حاجة على أرض الواقع، ولم نشوف أي تجهيزات ضد الوباء المنتشر في العالم الذي أرعب العالم اللي هو وباء كورونا. طبعا نحن نعيش واقع الحرب، واقع يعني واقع لا سلطة عندنا، لا أي سلطة تؤثر بالمواطن، أصبح منسي، شبه منسي، ولم يعد يهتم سلطة، أصبحت تهتم بمستحقاتها فقط. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أعيد وأذكر بأبرز النصائح التي خرجنا بها من هذه الحلقة من الدكاترة الذين كانوا ضيوف معنا في هذه الحلقة. لزيادة رفع المناعة يجب الابتعاد عن الضغوط النفسية والحرص على التغذية السليمة وأيضا الرياضة، التعرض للشمس، وأيضا الالتزام
بالنظافة الشخصية. وأيضا نقطة مهمة قالها أحد الدكاترة الذين كانوا معنا في الحلقة، يرجى إيقاف التجمعات العصرية مثل مجالس القاتل اللقاءات النسوية، غير مهمة في هذه الفترة. حاولوا أن تلتزموا بالإرشادات وبالنصائح المنتشرة في كل مكان والتي أصبحت متاحة. شكرا لكم على المتابعة، ونتمنى للجميع السلامة. أشكركم وأشكر زميلي معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، ونتمنى السلامة لزميلي عمر النهمي ليعود معنا في الحلقات القادمة. نلقاكم على خير وإلى اللقاء.